هل قرض الحسن عليه زكاة إذا لم أصرفه مدة سنة؟ نعم نعم، طالما المال استلمته سواء كان من قرض، سواء كان من ورث، سواء كان هدية، سواء كان من عمل، طالما أن المال هذا ملك لك ودارت عليه سنة هجرية كاملة فعليه الزكاة بغض النظر كيف حصلت على هذا المال.